حتى انه فيلم رومانسي في جانب ما. هناك قصة ديال الحب بين ملكة وعبد القادر اساسية ومحورية في الفيلم, ومن خلال قصة الحب ديالهم يمكن انفتاحك على العالم الاقتصاد ديال اليوم, المشاكل تاع الشباب, مشاكل الشغل اللي الان وصلنا انه الانسان يمكن يشتغل ومع ذلك كيربحش مثلا اصل تاع الفلوس باش يمكن تكون حياته كريمه وعيشه. واش ما كتفكرش بان هذا يولد تحريض على الانسان؟ لا ابدا ابدا, انا بالعكس كنعتقد انه مادام الناس فاش كتهضر على المشاكل فاش كتهضر على الاشياء اللي كتقيسها واللي كتضرها هو طريقه احسن من انها تخليها عندها. والفن بشكل عام والسينما بشكل خاص هي امكانيه كذلك, لان المجتمع كيجي للقاعه كيشوف راسو. هذه رغبة إنسانية عميقة للفن والسينما كيجوها اليوم. يعني في بعض المشاهد تكفين فيها استعمال السلطة, واش هذه رسالة لبعض المسؤولين في الدولة؟ الفيلم ماشي ما نقدرش نقول هكذا رسالة, ولكن الفيلم بحال كيقول بأنه الآن ممكن يكون عيش بسلام داخل المجتمع إذا تم انتباه إلى كرامة الناس. أنا شخصياً أنا محدود شوية ما عشت شي حاجة من النوع هذا, ولكن كأعتقد بأنه الحجرة طبقات ممكن كذلك بشكل بسيط وبشي حدث بسيط تعيش حجرة.